في كل فيلم زمان شفته هتلاقي عربية قديمة أنتيك وعليها 100 قيمة. كل عربية اتشافت وراها كان سيد سيمة. ازيك يا عم سيد؟ اهلا بقى كل اهلا بيك. الله يخليك خليك شفتكش من زمان. الله يبارك فيك وبارك كتير فعلا. ايه المكان الجميل ده يا عم سيد؟ انت عامله زي متحف. متحف، عامله متحف لاي الشغل لاي حاجه، مكان نصور فيه بسقف عالي زي بلاتو. وبرامج وكله تمام، يعني كل فعلا حاجة. وعامل اوض مكياج وحمامات وكل حاجه موجوده فعلا. يعني ممكن الناس تصور كاملة. هنا ودكاكين برضه، خد بالك لو حب يستخدمها برضه، خد بالك يستخدم فيها حاجه برضه، يعملها عجلاتي، يعملها فكهاني. شمال ويمين عامل كل حاجه موجوده هنا جاهزه كلها للشغل. استوديو جميل يا عم سيد. العربيات حلوه، الواحد مش عارف يعني يبتدي بايه ولا ايه ولا ايه. تحت امرك. ايه العربية دي يا عم؟ دي عربية اوبرن، دي سنة 1900. اوبرن 1900 1900 عش النمل، رادياتير عش النمل. الرادياتير ده اسمه عش النمل. عش النمل. والتصاد دي نيكل دي بتاعتها. ابوها اصلي على ابوها كلها. وده البرامي خشب. برامي خشب وكوبرلي، عربية نادرة بالك. الشنطة دي برضو، دي شنطة بتتقفل، ده كرسي اهوت، ده كرسي، ده كرسي، ويطلعوا من الحتة الصغيرة دي. ممكن اقفله بقى الشنطه، افتحه بقى الكرسي، على حسب انا، على حسب اللي معايا يعني. ممكن اقفله كده كده وخلاص، كده بقى شنطه، بفتحه بقى كرسي. ودي حاجة ايه يا عم؟ دي عربيه السادات، رئيس السادات. دي عربيه محمد انور السادات. مش شبه شخصيا. لا، ما دي العربيه طالعه من الرئاسه، كان هو كان بيركبها. دي العربيه الوحيده كان بيركبها، حتى المسند بتاعها اللي هو كان بيستند عليه موجود على الكرسي ورا، لو كان بيقعد ويحط ايده على المسند بتاعها موجود في العربيه ورا. الله يرحمه. عربيه نازله. والكارتات دي برضو عليها التاج. ما دي حنطين ملكيه برضو بشتغل بيها، بوابه حلواني، قصه مدينه، شارع جديد، جمهوريه زفته، جميع الاعمال كلها بشتغل بيها. دي قصدك الجمهوريه زفته وكده، دي الاعمال الفنيه اللي الحاجات دي اتصورت فيها. كل الاعمال كلها القديمه كلها، انا ماسك التاريخ كله. بقى لي حوالي فوق 55 سنه انا في الوسط الفني، كل الاعمال القديمه كلها كانت مسلسلات او افلام او اي حاجه، ده تاريخ حاجته كلها بتشتغل في الاعمال كلها. اول عربيه اشتريتها ايه يا عم سيد؟ عربيه اوستن موديل 36، اشتريتها ب 70 جنيه. 70 جنيه؟ 70 جنيه. ده يعني تقريبا كام دلوقتي؟ النهارده تعمل النهارده يعني فوق ال 300,000 400,000 ب 75 جنيه دول. بقول لك ايه يا عم سيد؟ نعم. ما ينفعش نقعد كده في حته نكمل كلامنا كده؟ نقعد جوه؟ اتفضلي تعالي. ايه الحلاوه دي؟ اتفضلي. اخش انا الاول؟ وانت تقعد ورا الدريكسيون؟ ما فيش مشاكل. ماشي. بص الفيتيس طالع ازاي؟ طاره خشب. بص الطاره دي طاره خشب، طب لون خشب. تعالى يا عم سيد. زمان بقى في الافلام كانوا يركبوا ويعملوا على الفاضي كده. انور وجدي طول النهار تلاقيه عامل كده. العربيه كانت بتصور وهي واقفه، كان عربيه بيهزوها نفر او نفرين من ورا بيهزوا العربيه، وهو عليه باكش غاب العربيه كده، كانه ايه العربيه ماشيه. ده الحاجات كانت بتعمل خدع يعني. دي ركوبة ملوكي جدا يا عم سيد، جدا يعني. هي عربية طبعا شيك جدا طبعا، وعربية نادرة مفيش وقتها طبعا في مصر ولا بره مصر. ايه اللي اداك الفكرة انك ممكن تشتري عربية وبعدين تأجر العربية دي في السيما؟ ولا الأول ابتدت هواية كده مقتنيات؟ لا، هي كانت هواية والاتنين يعني. أنا غاوي سيما من الطفولة وبحبها، وكان نفسي أمنيتي طبعا أنا أجيب عربيات واتفرج عليها، اللي كنت بشوف الافلام اللي هي ابيض واسود طبعا القديمه اللي ديت. بدات اجيب العربيات ديت، حبيتها طبعا، بحبها من الطفوله، وكان نفسي تطلع في الوسط الفني، وفعلا طلعت في الوسط الفني وبقيت اشتغل بيها في الاعمال كلها. ايه اللي كان خلاك كل اعمال التاريخ؟ قول لي، كنت بحب السيما، ايه اللي خلاك تحب السيما في الاول؟ من الطفوله كان لينا بالك سيما عندنا في سرا الاوبا. كان في سيما، وكان في واحد قريبي شغال فيها. انت منين يا عم سيد اصلا؟ الاصل بتاعنا صعيدي. من الصعيد؟ من بس ديشنة. جيت مصر من دشنا. من دشنا. من قنا مش من دشنا. ما قنا تبع دشنا. ما احنا لسه جايين من قنا فعارفه دشنا. بس انت جيت بقى هنا الاميريه، دي الحته اللي قعدت فيها هنا. بس الحته الاساسيه بتاعتنا سرايا القبه. سرايا القبه. القرايب كلهم سرايا القبه. وكان في بقى هناك سينما كنت تروح. في سيما الفلوجه هناك معروفه، بس بتاعت هدد ديت كانت معروفه، وكان ليا واحد قريب شغال فيها، كنت كل شويه اروح له
اخش سيما ببلاش. تحب السيما؟ اه، وكنت بخش السيما باي سيما تانية كنت بخشها بقرش ساخ برساخ. كانت ال 10 الارساخ دي كانت ايه؟ كانت 10 مليم. الشغل كله كان بالمليم وتعريفها والارساخ. باباك والشيل. لما كان يلاقيك تاخد القرش ساخ اللي عندك وتروح بيه السيما ما يزعقلكش؟ ما هو كنت باخد انا منه خباك ارساخ عشان اخش بيه سيما، وبعدين كان يوفر ما يديش الارساخ عشان اخش سيما عند واحد قريبه اخش سيما ببلاش. ببلاش. واول 70 جنيه لما اشتريت بيهم عربيه قديمه، والدك ما اعترضش لما لقاك محوش 70 جنيه واول حاجه بتعمله بيه بتروح تشتري عربيه كهنه كده؟ ما هو انا اقول لسيادتك، ما هو كان فرحان ان انا بحوش، باخد الفلوس بحوشها. ان عندك مشروع. باخد يعني انا كان في دماغي حاجات لازم اعملها. كنت باخد الفلوس دي وخد بالك احوشها، وبعدين بدات اجيب العربيه اشتريها واجيب غيرها وغيرها وغيرها وغيرها. انت لما بتجيب بقى العربيه القديمه دي بتصينها ازاي؟ عندك اسطوات مثلا ميكانيكا معينين بتعملوا ايه في العربيه لما تلاقيها؟ دي الحاجات دي بعدين انا اتعلمت ميكانيكا عشان انا ابدا اصلح العربيه بنفسي انا، بعد كده اتعلمت ميكانيكي واشتغلت مع خواجات عشان اتعلم الصنعه، وبعد كده من الحب في العربيات. يعني عشرت الخواجات؟ ايوه طبعا اشتغلت معاهم، اشتغلت مع خواجه انطون وخواجه اميانتي، وشغلت عن دول كانوا في شارع شامبليون ولا كانوا فاتحين؟ كان في البلد تحت، وكان في هنا في غمره اللي هو خواجه واخوه انطون ده كان في غمرين، وكان في صار اوبا خد بالك المهندس محمد الشيمي ده برده كان عنده برده جراج كبير برده، كان برده اتعلمت عنده برده. اتعلمت عنه. بقول لك ايه يا عم سيد، المكان كله صور فنانين ومشاهير ويعني صور ناس كثيره قوي جت هنا او ركبت العربيات دي، مين اشهر ناس اشتغلت معاهم؟ جميع الممثلين طبعا، انا احب طبعا الاستاذ عزت ابو عوف، ده حته مني. عزت ابو عوف مجنون عربيات، الله يرحمه، مجنون عربيات، يحب يركب العربيات او يحب كل عربيه انا اجيبها في التصوير يحب يركبها ويلف بيها. اما الفاروق الفيشاوي كان بيضحك عليا يسهيني وياخد العربيه مني وياخدها يلف بيها ويجري بيها ويسهيني بيلف بيها، ده بالنسبه لفاروق الفيشاوي. وبرده خد بالك محمود ياسين برده كان برده يعني ايه، بس يعني مش يعني ها حاجات كده خطوات بسيطه يعني. عائل كل واحد ليه كان ليه شكل معين. ايه اشهر انواع العربيات القديمه اللي تفخر كده بان عندك في اسطولك؟ هو الماركات كتير يعني، عربيات كادلك وويك وفوكس هول ودوتش. انت سايق ايه يا عم سيد دلوقتي؟ نعم. هتقول لي ميني مثلا؟ عربيه اوستن. عربيه اوستن. انت دي عربيتك اللي سايقها اوستن؟ معقوله؟ دي اللي بتروح وتيجي بيها الشغل؟ دي فيها تكييف دي ولا لا؟ من غير تكييف. طب بذمتك يعني؟ معلش، ما هو ما كانش فيه تكييف، العربيات ما كانش ليها تكييف، هي كلها ساخن بس ما كانش فيه، كان فيه هوايات تدخل هواء للعربيه، كان فيه فتحه سقف تدخل هواء للعربيه، في شراعات تدخل هواء للعربيه، كان فيه العربيات دي كلها كانت ساخن، ما كانش فيه التكييفات، التكييف من العربيه منها فيها. انت حد من ولادك ورث الصنعه دي معاك يا عم سيد؟ عندي ايمن طبعا واخد بالك، هو اللي بيهتم في الشغل معايا وبيطلع تصوير ويطلع الشغل معايا. بيحب التصوير. مين اللي سماك سيد سيما عم سيد؟ الاستاذ يوسف شاهين طبعا. يوسف شاهين. عملت معاه افلام كتير؟ عملت كتير معاه طبعا، عملت معاه الحرب العالميه الثانيه، وعملت فيلم بتاع داليدا، وعملت حاجات روس وحاجات امريكيه. فيلم داليدا اللي هو اليوم السادس؟ اليوم السادس انا عامله معاه، وعامل حاجات كتير قوي يعني، اتعلمت منه كتير كمان الراجل دوت. الله يرحمه، علم ناس كتير قوي، علمنا كلنا. كان مدرسه بصراحه، ورجالته كان يعني متنقين يعني على الفرازه كلهم كويسين في الشغل وفاهمين شغلانه فنانين. كلهم. عشان انت بتحبهم عشان زيك، عشان انت غاوي. وانا واخد بالك ليا صور عندهم هنا مطلعه فوق مع انا وهم، صور كتير قوي مع الرجاله بتاع الجيش الشاهين كلها. طب تعالى ننزل بقى ناخد لفه كده وتفرجني وقابل ايمن لو موجود ابنك. موجود. يلا. حاضر. دي بتفتح من جوه يا عم سيد ولا من بره؟ ومن جوه تفتح عادي. لازم لنا شماشيرجي يفتح الباب في الشياكه دي. لا. في مصر النهارده 12 مليون عربية حسب إحصائيات الحكومة لحد نهاية 2021، يعني عدد كبير جداً من المصريين بيعتمد على العربية باختلاف أشكالها وأنواعها كوسيلة مواصلات وانتقال. بس يا ترى إمتى دخلت العربية مصر؟ في سنة 1890 كان الأمير عزيز حسن حفيد الخديوي إسماعيل هو أول شخص يدخل سيارة في عهد الخديوي توفيق.
في سنة 1960 بدأت تظهر السيارة رمسيس، أول عربية مصرية الصنع، والعربية دي لقت إقبال شديد من المصريين لتشجيع الصناعة الوطنية، وخصوصاً أن تمنها في الوقت ده كان 200 جنيه بس يا بلاش. ودلوقتي لسه في ناس زي عم سيد سيما بتحافظ على تاريخنا من العربيات القديمة، وبتشتغل كل يوم عشان تفضل عربيات زمان بحلاوة زمان. عم سيد، احنا هنا واقفين في وسط بقى العربيات، العربيات الكارتات يعني. تمام. ده المجموعة برضو ما شاء الله كبيرة جدا. كل حاجة عشان ما يجي في عمل، خد بالك، بيبقاش عندي حاجة ناقصة، بيبقى عندي حاجتي تكمل العمل كله. كان كارتات أو فيتون أو حنطور ملكي، كله موجود عندي متوفر للأعمال. يعني مثلا دي الكارتة اللي احنا قدامنا دي. دي كارتة من سنة كام مثلا؟ لا دي قديمة، الحاجات دي خد بالك سنة 1884 85 حاجة كده. والجميلة البعكوكة الصغنطوطة البيضة دي برضه كل ده قديمة، كانت دي قبل العربيات، الحاجات دي اتعملت قبل العربيات، مش تشريفة والعربيات شغالة. بعد كده اخترعت العربيات بعد الحناطير. ودي مثلا ايه؟ دي عربية ملكية فرنساوي، دي بتطلع في كل الأفلام التاريخية، كل الحاجات التاريخ كلها، قطاع الطرق يقطعوا الطريق ويخشوا يسرقوا الناس اللي بتعدي بالخير وبتاع. ايوه كان في خد بالك بيوسعوا للملك معدي بثمانية خير، ويجيبوا كرسي شاموا كده ولا كرسي قطيفة ويحطوه تحت والناس تدوس عليه، وبيبقى فيه اثنين حراس بشعبطين من ورا عشان ممكن يجروا جنبهم كمان. وفي اللي بيجري طبعا، وفي اللي واقف ورا بيفتح الباب عشان ننزل يفتح البالك الباب لجلالة الملك. ما فكرتش تشتغل في الملابس القديمة كمان يا عم سيد؟ يعني ستايل بتاعك بيدل على انك بتحب الحاجات دي. انا بكون احب كل حاجه قديمه، وعامل نفسي اعمل حاجات ليا انا قديمه بلبسها في الشغل بس انا مش غاوي اعمل حاجه للعمل كله. انت طبعاً بتحب العربيات. ليه بتلبس طربوش؟ ليه بتلبس انا عصري كله قديم كله، وبشتغل كله قديم، وبحب الحاجه قديمه. حتى التفصيل بتاعي كان حاجه جاهزه او عربيات او اي حاجه قديمه. حتى اولادي كنت باخدهم اروح اوديهم المدارس وهم في الحضانه برضه بالعربيات القديمه، كان بيت الناس بتتفرج عليا وانا بديهم، وراح اوديهم الحضانه وبرجع اجيبهم المدرسه والحاجات دي كلها. العربيه الجميله اللي احنا قدامها دي دي بتاعت دفن موتى صح؟ دفن موتى. دي انا جايبها برضه عشان اكمل شغلي. ما جينا خد بالك في البنت من شبرا، كانت العربيه كانت لسه عطلانه، وكان نفسه ياخدوها الاستاذ جمال عبد الحميد خد بالك المخرج، وكان العربيه دي بس كان طالبينها في العمل، بس كانت لسه عطلانه ولسه بوظف فيها، وكان هيموتوا عليها. قلت معلش هجيبها ازاي العربيه بايظه خالص؟ هي كنت عندك منين؟ بجهزها. انا بص اي حاجه انا بجهزها بدل الوسط الفني بجيبها بجهزها، ما بقولش حد لا حاجه، لا اي حاجه قديمه. هم طلبوا منك؟ طلبوا، كانت لسه عطلانه. بس كانوا شافوها عندك ولا هم طلبوا؟ شافوها وهي عطلانه. وكانوا عاوزين اعملها شفتوا فيها؟ قلت مش هلحق اعملها طبعا. عشان كده معايا بقى ايمن برضه خد بالك دلوقتي برضه بيمشي بالشغل بتاعي والحاجات دي كلها، بيراعي كل الحاجات دي كلها، بيطلع في الاعمال. انا عايزه بقى اشوف ايمن، اتاكد ان الموضوع ده فيه استمراريه. موجود موجود. تعالى يا ايمن. ازيك يا ايمن؟ ازيك يا استاذ؟ اخبارك ايه ايمن؟ الحمد لله تمام. اخبار حضرتك؟ انت بخير الحمد لله. ايمن سيد سيم. تمام. انجبت يا عم سيد. انت غاوي برضو يا ايمن زي عم سيد كده؟ ما يعني انا اتولدت اصلا في وسط العربيات الكلاسيك دي، وحبيتها من وانا طفل صغير، وبدات انزل معاه الشغل من وانا في الدراسه، ولما خلصت تفرغت تماما للشغل معاه. وكان يروح يجيبكم المدرسه فعلا بعربيات قديمه؟ عمرك ما قلت له يا بابا هات لنا عربيه بتكييف كده جديده، عايزين نقفل بزرار الكهرباء ونفتح بزرار الكهرباء؟ لا كنا بنقوله احنا صغيرين، بس لما كبرنا ويعني لما كبرت وعرفت قيمه الحاجه دي، لا الحاجه دي احسن من العربيات الحديثه بكتير. حتى بالنسبه لك؟ انا لحد دلوقتي ما بركبش عربيات حديثه، بركب عربيات قديمه. انت عندك ولاد يا ايمن بيحبوا برضو العربيات القديمه؟ معايا معايزه بيحب العربيات الكلاسيك. يعني انت ابنك هتعلمه المهنه دي؟ طبعا لازم. متعلم دلوقتي؟ متعلق. هي الشغف ده لازم يتولد من وانت صغير. طب انت طورت البيزنس ده، يعني هو طبعا فن وبنصور بنسجل مع السينما وكل حاجه. تمام. بس انا اعرف مثلا ناس كتير قوي هاويه غاويه تقتني القديم ده. تمام. ما اروحش لعم سيد ولا لايمن اقول له ايمن والنبي انا نفسي في عربيه مثلا جاكوار 68. تمام. القطه دي. يعني ما يجيلكش حاجات ناس كده؟ لا بيجي كتير، بس احنا مش بنبيع، يعني دي عده شغل تعتبر، يعني هي هوايه الاول، بعد كده دلوقتي بقت خلاص حاجة الشغل. أي عربية بنفرط فيها مش هتنفع، مش هنيجي تاني، مش هنلاقيها تاني.
فلازم الحاجه دي تبقى موجوده عشان نعرف نستمر ونكمل ونحافظ على الاسم اللي بقاله 50 سنه. ما تلموش من الاقاليم، انا بشوف في الاقاليم من كل حته، من الصعيد ومن الارياف ومن كل حته. اللعبات كانت متوفره في كل حته في جميع الارياف كلها. دلوقتي العجل خلاص قل دلوقتي واتكسر كتير، ويقول لك لا قطعت عربيات كتير وعربيات سافر كتير. عربيات سافر قلت جدا بقى، خد بالك ما فيش دلوقتي. وبحاول انا اي عمل حتى عربيه مش موجوده عندي واتطلبت بحاول بدور عليها واجيبها عشان برضو اكمل العمل. بس تكمل اسطول السيما. مش لتجاره السيارات خالص، اسطول السيما. ما نبيعش خالص، احنا بنشتري بس. الاميريه بتعملوا فيها ايه؟ ورشه للتصليح، ورشه خاصه للتصليح، ورشه خاصه للتصليح العربيه بتاعتي بس. وانت بتفهم برضو في الميكانيكا يا ايمن؟ انا بشد العربيه من الالف للياء، يعني بعرف اشد العربيه من اول السمكره لحد لما تخلص خالص، لكن مش ميكانيكي اللي هو افهم في الموتور بس الحاجات الصغيره بعرف اعملها، يعني ظبط العربيه مش عارف ايه. وعندكم بقى صنايعي بتاع يلمع نواكل؟ كل طبعا حاجة، كل لازم حاجة. ورشه متكامله، ورشه متكامله، ورشه خاصه متكامله لينا. وشاطرين عارفين قيمه الحاجه دي. طبعا. منجد مخصوص، سروجي مخصوص تشتغلوا معاه. هي العربيه دي مش اي صنايعي بيشتغل فيها اصلا، مش اي حد. في حاجه بالنسبه لحد كهنه قديمه، وفي حاجه بالنسبه لحد تحفه. طبعا مش كده؟ طبعا. بص يا عم سيد، في نهايه حديثنا هنعمل بدل كده، بدل هدايا. تمام. احنا على طول معانا فنان زميلنا بيعمل بورتريه لضيوفنا، بس انا دايما بديه للناس وبتشكر وامشي على طول. انا بقى عيني على حاجه في المره دي. تمام. انا هديك الصوره البورتريه وانت هتفسحني بالعربيه اللي تعجبك من دي. عينيا. نفسي اتمشى كده زي زي علشانك انت يمكن قريب. ماشي. ميرسي ميرسي يا عبد الله. الله 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 الله، جميله جميلة. عجبتك يا عم سيد؟ صلى على النبي، حلو قوي. اللهم صل عليك يا نبي. بص حلوه ازاي ولونها لون بدلتك بتنجاني. اشكرك يا ست الكل. اشكرك يا ست الكل. ميكانيكي غاوي الشراء والبيع، وكل صنف وليه زبونه. عايش في وسط العربيات، عمل بماركتهم كونه. غاوي تحف علشان فنان، فنان برتبة ميكانيكي. غاوي يجمع عربيات على الطراز الكلاسيكي.